لم تعد هذه المشاهد غريبة على المواطن العراقي. غرق الشوارع وانغمار المنازل أصبح طقسا يرافق الأمطار كل عام. العديد من مناطق الموصل عاشت يوما عصيبا للغاية، دخلت على إثره فرق الدفاع المدني حالة الطوارئ. كان هناك عدة مناطق انغمرت، أبرزها في منطقة الكوبكلي تم إخلاء 12 عائلة، ومنطقة حي المحاربين تم إخلاء عائلة إلى مناطق آمنة. كانوا معرضين للانغمار بالمياه. تم إخلاء عائلة داخل عجلة شارجر قادمة من بغداد قرب مشروع عين العراق، تعرضت للانغمار. تم إخلاء العائلة والعجلة إلى منطقة آمنة. تلكؤ مشاريع المجاري المنفذة في بعض مناطق الموصل زاد من معاناة المواطن، ففي حي المهندسين مضى عامان على بدء العمل في هذا المشروع، أنجز نصف العمل فقط وترك على حاله منذ أشهر. تقطعت السبل بأهالي الحي وتكررت المناشدات لكن لا مجيب. حرفيا عايشين في قرية، يعني نسائنا اليوم تدعي عليكم كلكم بلا استثناء، أنتم أي واحد كان سبب في دمار هذه المنطقة نسائنا اليوم تدعي عليكم، رجالنا الكبار بالعمر وشيوخنا كلهم دا يدعون عليكم ليل نهار، لأن أنتم يعني سببتوا مشكلة ومصيبة لأهل المنطقة هم ما لهم دخل فيها. ورغم تنفيذ العديد من مشاريع المجاري في المحافظة، إلا أن ذلك لم يمنع غرق الشوارع والمناطق على حد سواء، فيما وجهت أصابع الاتهام نحو الفساد الذي يقف خلف كل ما يجري من مصائب تطارد البلاد منذ أعوام. المشروع صار له تقريبا سنتين، نحن هاي السنتين بعذاب يعني ما طبيعي، وخاصة من يجي الشتاء. من يجي الشتاء يعني الأطفال يطلعون من البيوت على المدارس، يرجعون لازم يعني باب الجراج لازم يسبحون كامل، يعني فساد انه وعدونا بسنه واحده يكملون المشروع، والان يعني نطالب نجم الجبوري وايضا عبد الستار الحبو انه يعني والجهات المعنيه انه يلاقونا حل، لان الشتي قرب وهي اول مطره. يعني من الموصل محمد طلال، قناه زاغروس الفضائيه.